السلامة ومرحبا بكم في فيديو جديد سور ماشين Let's Learn مع فدوى. الفيديو متاع اليوم باش نجاوب على سؤال مهم برشا برشا ويخص زوز فئات. الفئة الأولى هما لي زيتيديون اللي لوجوا على سوجي دو بي اف، معناتها عندهم مشروع التخرج ولازمهم يلقاو ستاج وماذا بهم يلقاو ستاج البرا. والفئة الثانية هما اللي يحبوا يلوجوا، اللي قاعدين يلوجوا على خدمة وأمم طو يحبوا يلقاو خدمة البرا. أما الفكرة شنو؟ إنك باش نوريكم أنا كيفاش تلقاو لي زادريس ايميل نتاع لي ريسبونسابل اللي باش تبعثوا لهم انتوما ديريكتومون لو سي في نتاعكم. بمعنى كيما تعرفوا، اول حاجه لازمني نفسرها لكم، انا اليوم باش نخدم على الموقع لينكدين، باش نعطي فيه بلوزيغ استوس للي يلوج على خدمه ولا على ستاج دو بي اف، معناتها سي فيزابل. باش نوريكم طريقه، وان شاء الله الفيديو اللي بعد هذا باش نوريكم ثم موقع يعاونكم باش تلقاو لي زادريس ايميل نتاع لي ريسبونسابل دي ريسورس هيومان. داكوغ، باه نزيد نفسر. دونك كيما تعرفوا موقع لينكدين هو سيت ان ريزو سوسيال مي بروفيسيونيل، معناتها تلقى فيه دي زوفر دومبلوا، تلقى فيه معناتها ناس تخدم في شركات، تلقى فيه شركات وبرشا معلومات كيما هكا. باه ليدي نتاعو انك كي تلقى خدمه تي بو بوستولي، سواء بوستولي من الموقع سواء تدخل للموقع نتاع الشركه وتبعث السي في نتاعك. داكوغ، باه الاكثريه نتاع الشركات وقت يهبطوا اوفر دومبلوا في لينكدين، سواء ستاج سواء خدمه فريلانس سواء خدمه معناتها ا ديستانس سواء بريزونسييل، معناتها لي زوفر الكل موجودين وبرشا برشا دول. معناتها اللي يحب يخدم في قطر، في فرنسا، في كندا، في مارش انا في ايطالي، راهم معناتها تلوجوا سلون لو بي. فهمت؟ كيما انا مثلا هوني حاطه ماروك وهوني حاطه كلمه بي اف باش نستعملوا لي موكلي. باه نزيد نفسر لكم جست هالمعلومه باش تعرفوها. لينكدين يخدم بلو سيستيم ATS. شنو هو لو سيستيم ATS؟ ابليكانت تراكينغ سيستم. سي تان سيستيم هو يتسمى سيستيم دو تراكاج دو سي في تاع انتوما لي ابليكانت، هما لي كانديداتور اللي يبعثوا في لو سي في نتاعهم. كيف انت تبوستيلي الخدمه اترافير لينكدين، معناتها لينكدين ما يحولكش للسيت نتاع الشركه، داكوغ، يخليك فيه هو. دونك السي في نتاعك باش السي في نتاعك باش كيما نقولوا ثم ابليكاسيون باش تقرا السي في نتاعك، باش تعطيها ان سكور هذا كان سوبيريور، هنا تحددوا الشركه، كان سوبيريور مثلا 70% يتعدى يوصل للريكروتور، كان اقل مثلا من 50% il sera rejeté automatiquement، معناتها ماهوش باش يوصل. داكوغ، تو ديبو، بارفوا 60% يتعدى، بارفوا لا. تو نعطيكم في اخر الفيديو دي زاستوس باش تضمن انه طون سي في يتعدى. داكوغ، دونك كثروا لي من جيم وفالو، واهم حاجه شجعوني بكلمكم الحلو بالبارتاج دو فيديو ايتو باش نزيدكم. عندي برشا معلومات والله العظيم نبارتاجيها معاكم افيك بليزير. دونك باش نوريكم كيفاش. تو انا دخلت للموقع لينكدين، عندي بيان سور لازمكم تعملوا كونت بروفيسيونيل وكل شيء. كان تحبوا نعمل لكم فيديو كيفاش تعملوا كونت، كيفاش تاجوتيو لي ديبلوم نتاعكم، لي سيرتيف في البروفيل ايتو، قولوا لي. سينو تو انا دخلت مشيت للبارتي كيما تشوفوا هوني، ثم هوم وهوني ثم هذه اوفر دومبلوا، هذه تكليكي عليها تحلك الباج. باه تنجم انت في لينكدين يعطيك لما بور فير اون ريشيرش، تكتب دي موكلي. مثلا انت تحب تلوج خدمه في ماركتينغ، تكتب ماركتينغ. تحب تلوج على خدمه مثلا كونتابل، تكتب كونتابل. وهوني تنجم تحدد البي كيما ما تنجمش، كان سيت معناتها تي فيكس با ان بي معين يخرج لك هيك الخدمه في العالم الكل. داكوغ، سينو تي فيكس تقول له وين تحب الخدمه، فرنسا، قطر، الامارات، دبي. داكوغ، انا هوني خذيت ليكزامبل نتاع بي اف. داكوغ، باه سا ديبون بي اف ولا خدمه سي كيف كيف. داكوغ، باه نتوما تعرفوا انه لي زوفر دومبلوا كي تدخل اي اوفر دومبلوا تلقى هوني لي دوني. داكوغ، باه وتلقى زيد اسم لا بيرسون اللي عملت بوبليكاسيون. تو هذا ستاج مثلا الشركه اللي عملت له البوبليكاسيون مش انسان. انا نحب نوريكم وقت تدخلوا، خاطر انا عملت ستاج سيبوزون انا دخلت الاوفر دومبلوا ولا البوست اللي تي بوبليي بار اون بيرسون مش بار لا سوسيتي. هات نحيو كلمة بي اف، انا كنت عاملة ايكول باردون. دونك هي لي دي سي كوا، باش نوريكم كيفاش تطلعوا لادريس ايميل نتاع لا بيرسون اللي هبطت لوفر دومبلوا باش انت تبعث طون سي في ديريكتومون ليها هي. جو في اكسبليكي دو بلوس.
تو انا لقيت خدمه عجبتني، بعثت السي في نتاعي. اول مرحله بعثت السي في نتاعي من لينكدين، مي قعدت خايف اسكو وصل ما وصلش، اسكو باش يقراوه، علاش انا ما كونتاكتيش ديريكتومون لا بيرسون اللي هبطت لوفر هذه كي بارطاجي سيت اوفر دومبلوا ولا اوفر دو بي اس داكور. مي باغ اكزومبل هوني كونسلتانت سايبر سيكيورتي، لوفر هذه نهبط هكا شويه نلقاها هوني هذه سي او ريكروتمون كونسلتانت اسمها ريم الحادي. بيه راه لاستوس اللي باش نوريها لكم هذه مشكل في الاوفر دومبلوا. سيبوزون انت تحب تكبر الريزو نتاعك نتاع لينكدين، تحب تلوج على دي انجينيور يخدموا في دومينك باش تشوف انت تشوف لي بروفيل نتاعهم ولا حتى تكونتاكتيهم تاخذ منهم افكار. خاطر بارفوا مثلا انسان يحب يخدم في شركه جوجل، نعطينا جودي ان اكزامبل اوفاك، بيه انت ماذا بيك تلوج على دي بيرسون اللي يخدموا في هيك الشركه. كما تعرف في لينكدين وقت واحد يبدا يخدم في اي شركه يحط راهو يخدم فيها، تجم انت تكونتاكتي تبعث له ام ميساج به، مي بارفو هو يبدا مسكر اللعب، معناتها tu peux pas envoyer ton CV. دونك شنو الحل؟ سي تو سامبل، انت كي باش تدخل لسون بروفيل، شوف انا باش نكليكي على البروفيل نتاعو باش نحلها في نوفيل باج. به انت كي تدخل البروفيل نتاعو ثم بلاجين، بلاجين اللي ما يعرفش شنو هو بلاجين، هما سو سون دي اكستنسيون تابعين داكوغ، دي زيكستونسيون تابعين لجوجل كروم، هما ثما اللي تابعين ليه وثما اللي تنجم تنستاليهم في أي نافيغاتور. باه ثما بلاجين اسمه أبولو، هو هوني شفتوه هذا اللي في الكوال فوق أصفر أصفر لونه، شفتوها أرى وحده وحده خدم، لا كليكيت عليه لا شيء. إيش قالي؟ قالي ريم حادي خرج لي اسمه، خرج لي هنا فيو إيميل أدرس، هنا فيو أش بي نمبر، فيو موبايل نمبر، أنا باش نكليكي على إيميل أدرس باش نستناه شويه. اي فوالا، هو الايميل نتاعها هذه تو مدام ريم هذه الحادي، انا فوالا الايميل نتاعها باش نعمل له كوبي، نعمل له كيما هكا نكليكي عليه وبيان كليكي هوني شفتوها هذه كوبي ايميل، نكليكي عليه وعندي الي كوبي. ونمشي انا للبوت، ما نعرفش انا باش نوريكم مباراه، باش ندخل للبوت جيميل نتاعي داكوغ. واش باش نعمل؟ باش نبعث لها ايميل بيان سور، الايميل من غير ونسيكم ليميل لازم فيه سبجكت، لازم فيه ليتر دو موتيفاسيون هي اللي باش تكتبها الكونتوني نتاع ليميل حاجه برو، وتحط السي في نتاعك باش تقول لها راني شفت لوفر دومبلوا نتاعك اللي فو لافي بوبلي سور لينكدين و جو سوي فريمون انتريسي، وتحكي على البروفيل نتاعك و معناتها موتيفي اي تو و تو اتاش و تروفي سي جو مون سي في. فهمتوني ولا جو بونس ما كثرش من هكا، وقولوا فدوه مش باهيه وكثروا لي مش جيمو فالو، جو في فو مونتري كومون لانستالي باش ما تقولوليش من بعد يا مدام كيفاش للي ما يعرفش داكوغ. تنوريكم كومون لانستالي وكيفاش تلقاوه هذا لو بلاجين افيشي وكيفاش يخدم كومون لاكتيفي. باه هاو باش نعمل كل ليل لادريس ايميل، شفتوها لادريس ايميل نتاعها ديجا كان اللي حطو هي حاطه ايميل، مي سي با كيف كيف هذا الكونتاكت نتاع الشركه الكل، مي هذا هايرينغ ناو هو الايميل نتاعها. باه باش تقول هذا راهو اي ريسورس ايميل تحبوا عليه في لينكدين راهو تلقاو حتى لي زادريس ايميل نتاعها سوي سيغ سيغتان. باهي ندخلوا لكلكان دوتر ما نعرفوش، ندخلوا لحد ما نعرفوش، نهبطوا اللوطا نمشي الغيزو ندخل اي انسان انا هذوما ما نعرفهمش، معناتها هو يقول لي كان تحب تعملها من سويفي، هات نختاروا انسان، هات نقولوا هذا يوسف قرما نعرفوش انا ولا يجلو كوني با، باش جست باش نشوفوا هذا لابول. شفتوا كيفاش من هنا تلقاوها صفراء، شفتوا هي وحده وحده تخدم، خرج لي اسمه، نكليك على فيو ايميل ادرس يوسف، اهو يوسف القرمازي حتى من نيميرو دو تليفون نتاعو خرجوا بيان سور في اي دوله راهو سي فيزابل، نكليك كوبي نجي هنا نمشيو شي يعملوا لي كان يسينياليوني على الفيديو. دونك هو فوي الايميل نتاعو غير ما ندخلوا في الديتاي، حقني شفت كلكان لي معناتها البرا، مي سي كيف كيف حتى شركة جوجل هات نعملو جوجل باش ما تقولوش فدوى راهي تضحك علينا ولا سي با فيزابل، هات نعملو نكتبو جوجل نشوفو كلكا يخدم في جوجل. كيف كيف راهو هالبلاجين فريمون انا معناتها اش وليت نعمل انا، نحاول نلقى لادريس ايميل نتاع لا بيرسون اللي هبطت لوفر دومبلوا ولا اي حد يخدم في هيك الشركة وتكونتاكتيه. به 4 بيرسون دو فوتر ايكول اون ايتي ريكروتي ايسي، هات باش نعملو لهم باه ندخلوا هذوما يخدموا في الشركه، انا ماذا بيا نشوف حد ما نعرفوش يخدم في الشركه. بون هيك نرجعوا لشركه جوجل ندخلوا لها، نورمالمون كي واحد يبدا يخدم في الشركه يحط راهو يخدم فيها تلقى هوني بيرسون،
معناتها تجمو تدخلوا للموقع معناتها الكونت نتاع السوسيتي اللي تحبوا عليها وتشوفوا اللي يخدموا فيها. فهمت به هذا مثلا احمد قشقاش هيك شوفوا هذا اللي هكا يظهر شي شويه هذا software developer به ندخلوا اني دخلت اني باش نستنى الابولو يخدم بهيت نسكروا هكا ونعاودوا شفتوها هوني صفراء ما نعمل شيء راه وحدها وحدها ما في شيء نكليك فيو ايميل ادرس هو خرج لي الايميل نتاعو شفتوا شفتوها شفتوا النيميرو التليفون نتاعو فريمون طياره 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 برشا تو باش تقولوا لي كومون نسالي باش تجيو معناتها للبارتي 2 من الفيديو شوفوا اللي ما عمل لي جيم وفالو وباش نتقلق عليه سينو شفتوها هذه باش تكتبوا كيما هكا apolo.io تو نحط لكم انا اليوم تاع معناتها نتاع تيليشارجمون مي كومي تجيو هكا وتعملوا اوكي تبعوا لي زيتاب سي ايبر سامبل انا جوست باش نوريكم كومون نكتيفي به شعمل لكم هزكم للموقع نتاعو داكا هو باش يقلك فيه هو بالفلوس مي انتوما باش تخدموا بالفيرسيون اللي فري باش تعمل ساين اب فور فري داكا هنا باش تدخل الايميل نتاعك بيان سور الايميل مش مشكل حتى لما يكونش الايميل نتاع لينكدين بالمفيد الايميل اللي انت تخدم به معناتها تنجم يكون عندك دو ايميل باه تعمل ساين اب فور فري باش تدخل الكونت نتاعك انا خاطرني ديجا عامله كونت باه نعمل لوجين انا خاطرني كونيكتي باه باش تكتب الايميل والادريس والمود باس وكل شيء ومن بعد باش يقلك باش يقلك داون باش تهبط باش تجيك الباج هذيا باش تهبط شويه النقطه شفتوا هوني داونلود ابولو فور كرا باش تكليكيو عليها داكا انا ديجا عملت له داونلود داكوغ باش يتحلك شو اسمه ستور نتاع جوجل نتاع جوجل كروم ريتوها هوني ابولو فايند اوكي انا سوبريمي دو كروم خاطر انا ديجا انستالي باش تكليكي على هوني هذه هي فان سوبريمي باش تكليكي على تيليشارجي اون فوا تيليشارجي باش يتصب ديريكتومون في النافيغاتور نتاعك كروم من بعد اش تعمل باش تجي هوني في ذوما لي تغوا بوان لي من الفوق وباش تكليكي على هنا بليس دوتي وباش تجي هوني وتكليكي على اكستنسيون وتدخل اكستنسيون تو تلقاه انستالي داكوغ هو شفتوها هاكا apolo.io find business to business contact info for free داكوغ واضح ومن بعد تقول لازمكم تزيدوه هونيا في الباغ دوتي هذي ولا المنيو هوني تزيدوه كيفاش تزيدوه باش تكليكيو هذي شفتوها هذي اللي كيما كيما التصويره تكليكي عليها داكوغ باه تكليكي عليها بوتون دغوات هنا تلقى جيري لي زيكستونسيون تكليكي على جيري لي زيكستونسيون باردون 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 تعاود تكليكي باردون سامحوني تكليكي هوني داكوغ في هذي باش تلقاه هو ابولو تزيد هوني نورمالمون انا تاخر لي زيكستونسيون اللي عندك باش تلقاهم هوني شفتوها هذي الزرقاء البن باش نحيها وباش نحيها شفتو تو ما عندي حتى شينا ما عندي حتى بلاجين افيشي باش نكليكي عليها ونعمل بن اش معناتها بن الاجوتي هوني ولي افيشي هوني كهو ونورمالمون باش تسكر الكروم وتعاود تدخل تحلو يولي اكتيف كي تكليكي عليه هوني لازم هذه ابولو ايفريوير انيبل اون كومباني ويب سايت هذه تكون اكتيف هاو داكوغ وتجمو هو ديجا تجمو اذا كان عندكم اسم انسان معين ما لقيتوش لادريس ايميل نتاعو تلوجو في وسطو داكوغ وزيدا يعمل ايميل تراكينغ فور جيميل هذه في بالي بالفلوس اش معناتها معناتها انت كي تبعث ايميل يتبعوا الايميل يقول لك اسكو لا بيرسون اللي انت بعثت له قراه ولا ما قراهش يا ربي تكونوا فهمتوني ويا ربي تكون معناتها عجبكم الفيديو وكان ما فهمتوش حاجه خاطر برشا ثم يقولوا لي راك تحكي بالفيسع فيسع المشكله اني نحكي فيسع فيسع ومع ذلك الفيديو طويل خاطر نحب نعطي لو ماكسيموم دافورماسيون دونك كان عندكم اي تساؤل ما فهمتوش حاجه قولوا لي اهم حاجه يجيو الانستغرام راني نبارطاجي ساعات برشا حكايات كيما هذا الابولو صار لي برشا من اللي حكيت عليه في الانستغرام وفي التيك توك وفسرته اون ديتاي معناتها حاولوا باش تكونوا معناتها اجو داكوغ واستنوا الفيديو بارتي 2 باش نوريكم موقع اللي حتى هو طياره برشا باش تلقاو دي زوفر دومبلو باش تبعثوا لي كانديداتور نتاعكم يلا بون كوراج على لا بروشين.